بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني، اليوم سنقوم بدرس بتحليل الدرس الجديد وهو درس العصفور المغرد. هيا فلنبدأ معا. أولا سنقوم بقراءة الدرس قراءة معبرة مراعيا قراءة الوصل. العصفور المغرد. سار ليث وغارب وثامر في بستان، سمع عصفورا يغرد على شجرة. قال ليث: ما أجمل تغريده. قال غالب: انظر إنه على ذلك الغصن. تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي به العصفور. قال ليث: أهذا جزاء تغريده؟ خجل ثامر ورمى الحجر على الأرض. توقف يستمع إلى العصفور ثم قال: ما أجمل صوته، يسرني أن أسمع غناءه ولن أرمي عليه حجرا بعد الآن. والآن طلابي سنقوم بتحليل الدرس إلى مقاطع. هنا العصفور المغرد. العصفور هنا ال، هنا مقطع. نلاحظ العصفور لام قمرية، عص هنا ساكن مع متحرك، فو هنا حرف مد، رن العصفور. المغرد نلاحظ هنا حرف الدال، حرف الراء حرف مشدد الأول ساكن والثاني متحرك. ال مو غر ري دو المغرد. سارة سا مقطع، هنا حرف مد، را مقطع. ليث لي، هنا ساكن مع متحرك، لي ثون ليثون. متحرك مع ساكن، ممتاز أحسنتم. غ و غالب، غ مقطع مع حرف مد، ممتاز أحسنتم. لي هنا مقطع، بن مقطع. ثامر ثا هنا حرف مد، مي رن ثامر. هنا ثلاث مقاطع. في في هنا حرف مد. بص هنا متحرك مع ساكن. تا هنا مع حرف مد. نن بستان، بص تا نن بستان. سمعوا سا مي، سا مي عو. هنا جاءت واو الجماعة. سمعوا سمعوا سا مي عو. سمعوا عصفورا، عص هنا متحرك مع ساكن. فو فو مقطع مع حرف مد. رن عصفو رن، هنا نلاحظ ألف التنوين، نلاحظ تكتب ألف التنوين على الحرف الذي قبله كما تعودنا في الدروس السابقة. يغرد هنا حرف الراء حرف مشدد الأول، الأول ساكن والثاني متحرك. مغر راء ساكن والثاني متحرك. يو يو غر هنا متحرك مع ساكن. ري دو يغرد، هنا كوننا أربع مقاطع. على ع لا، هنا حرف مد. على
شجرة ش ج ر تن. شجرة هنا كوننا ثلاث أربع مقاطع، قال ق مقطع حرف مد، لا قال، هنا ليث لي، هنا متحرك مع ساكن، ثن ليث، أجمل ما ما، هنا حرف مد، أجمل أ أج، هنا متحرك ساكن، ما مقطع، لا مقطع، أج ما لا أجمل، ت تغ، هنا مقطع متحرك مع ساكن، تغ ري، هنا حرف مد، تغري د هو، تغريد هو، هنا قال ق لا، هنا قال حرف مد، هنا كوننا مقطعين، غالب غ لي بون، غالب، هنا كوننا ثلاث مقاطع، انظر هنا نلاحظ انظر ساكن متحرك مع ساكن، هنا متحرك مع ساكن، إنه الأول حرف النون، هنا حرف مشدد، الأول ساكن والثاني متحرك، إن هنا ساكن، ن متحرك، هو إنه، إنه، على ع لا، على هنا لا حرف مقطع حرف مد، ذلك ذا لي ك، ذلك الغصن ال، هنا نلاحظ الغصن لام قمرية، ال غص، هنا نلاحظ متحرك مع ساكن، ني الغصن، تناول ت نا و لا، هنا كوننا أربع مقاطع، تناول ثامر، تناول ثامر، 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 تناول ثامر، حجرا ح ج ر، حجرا، هنا نلاحظ ألف التنوين، أراد أ ر د، أراد، هنا كوننا ثلاث مقاطع، أن متحرك مع ساكن، يرمي 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 يرمي، هنا كوننا مقطعين، أن يرمي به به، العصفورة ال مقطع، عص مقطع، فو مقطع، را مقطع، العصفورة، هنا كوننا أربع مقاطع، قال ق لا، ق لا، ليث لي ثن، قال ليث، أهذا أه ذا، أهذا، جزاء ج ز أو، جزاء، تغريده تغ، هنا نلاحظ متحرك مع ساكن، ري هنا مقطع حرف مد، دي هي تغريده، خجل خ جي لا، خ جي لا، خجل، ثامر ثا مي
رون، ثامي رون. إلى هنا طلاب الأعزاء نكتفي بتحليل درس العصفور المغرد، وستقوم أنت على دفتر الإملاء على دفتر النسخ بتحليل من آخر سطرين من درس العصفور المغرد. دمتم بخير طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني.